من الناحيه الفرديه ليك انت، انا اعلم ان انت جالك عروض كتيره الموسم ده او مع فتره الانتقالات الحاليه، مصري فيوتشر وانديه اخرى اتكلمت على الهاني سليمان. ايه سبب تمسكك بسموحه، او العكس ايه سبب تمسك سموحه بيك؟ كنت عايز تخرج ولا حبيت انك تكمل المرحله مع سموحه؟ طبعا انا بحترم كل الناس اللي كلموني او الناس اللي قدمت عرض لنادي سموحه، وعلى راسهم طبعا نادي سيراميكا بجد كابتن احمد سامي، طبعا أنا بشكره على الثقه اللي عنده من ناحيتي. طبعا كلموا النادي وانا النادي جه قعد معايا، وكان النادي قافل حته ان انا بالذات امشي في الوقت ده. طبعا انا بحترم راي النادي، لان الناس شاريني في الاول وفي الاخر، والناس حابين ان انا اقعد، والنادي ده انا ما شفتش منه اصلا حاجه وحشه. فانا مش من نوعيه اللعيبه اللي انا اروح اضغط عشان امشي، طالما الناس خلاص عندهم قرار ان انا ما امشيش خلاص، فانا سلمت ليهم وقلت لهم خلاص انا ما عنديش مشكله وقاعد معاهم، وانا شايف ان انا يعني قاعد في مكان محترم، والنادي يشرف اي حد يعني.